الأستاذ علي، يعني هل حد من زباينك لغاية دلوقتي كلهم رجالة؟ في ستات؟ اه في ستات، في ستات، في ستات طلبوا ايه بقى؟ طلبت واحدة قبل كده تعمل في عيد ميلاد جوزها، وكل سنة وحضرتك وانت طيب يا حبيبي، وفي حد تاني برضو كان طالب برضو علشان ما يسافرش تقريبا، حاجات يعني في علشان ما يسافرش. في ستات يعني طلبت. قالت له خليك بس معانا، ده لسه هيتعمل يعني، خليك هنا، خليك بلاش. ده لسه هيتعمل. فالستات يعني هي لقت رد فعل من الستات والرجاله يعني. طب الستات لما يعني بيحصل حاجات زي دي، الستات بتعجب بالراجل الرومانسي؟ اللي لاحظته ان رد الفعل من الستات ايجابي جدا جدا يعني، كلهم بيفكروا اي واحده هتقول دلوقتي ان هي مش نفسها يتعمل لها كده تبقى بتكذب. بتكذب. زي ما الاستاذ هيثم بيقول، هي تبقى بتكذب. ولو اتعمل لها هتفرح هتطير بيه يعني. هي بس دي برضه في اكيد في ناس ممكن تقول لك ايه ده فضيحه، ده زي خطيبتي بالظبط. خطيبتي منتقده الفكر. منتقده الفكر، ايوه. هي على النقيض على النقيض. انت لما جت لك الفكره دي يعني فتحتها ازاي؟ قلت لها ايه بقى؟ لا هي فاجئت بيها على صفحتي على الفيسبوك. فوجئت بيها على صفحتك على الفيسبوك. فوجئت بيها على صفحتي على الفيسبوك. وان قالت لك اللي هبته ده؟ لا مش اللي هبته، لا ما توصلش لكده. هي زعلت في الاول. قالت لي انا ما بحبش الشو ده. تمام. يعني هي من يعني قافله على نفسها قوي. ومش عايزه البهرجه او الشو الكبير ده. خلي بالك، هي ممكن تكون بتشوفنا دلوقتي فحافظ على كلامك. ما تخافش. هي عارفه، هي عارفه. وخصوصا ان احنا الاثنين زملاء محامين. وفي محكمه واحده، ولنا زملاء كتير محامين، فبقوا يعني ايه يرضيك اللي هيثم عامله دوت كده يعني. طيب زمايلك يعني بداوا مثلا يهزروا عليك، يقول لك ايه اللي انت عامله؟ انت فاكر مثلا في الاول في الاول انا لقيت حاجات كتير جدا وانتقادات مثلاً كتير جدا. ايوه انت بتدور على الشو او الشهره، انت يا عم انت هو هيعبرك، هو انت هو هيسيب الدنيا دي كلها ويجي لك. قلت لهم والله انا حلم بحلمه، مش هتفرق معايا يعني. هو يشرفني طبعا، انا نفسي ان هو يشرفني، لكن ممكن يكون مشغول، ممكن ما يكونش الموقف نفسه يستدعي ان هو يحضر. حلم بنحلمه ويا رب يتحقق. قلت لي فرحك في 7/3 ان شاء الله. طيب اهو ده انا بقوله 7/3 عشان بس ايه. وكلكم معزومين. يعني هل تعتقد انه الافكار دي يعني هتجد رواجا، هتكتر قوي في الفتره اللي جايه؟ هي فعلا بتزيد. هي فعلا بتزيد. ولا يا انا لسه دلوقتي الدكتور محمد صلاح اعتقد بيقول لي في جامعه المنيا كان برضو في لا حصلت عندنا في جامعه المنصوره مرتين تقريبا، كمان جوه الجامعه عمل بانر برضو جوه الجامعه حصلت مرتين. وفي ناس بتطلبها دلوقتي باشكال مختلفه يعني. ازاي يعني؟ في ناس طالبه كمان ان هي تتعمل على كذا او الدور اصغر حجم شويه، ويكونوا ورا بعض بتسلسل معين، يتكتب عليهم كلام، يبقى الفكره اكتر يعني بشكل مختلف، غير ان يبقى مكان واحد اللي فيه كده، يبقى اماكن مختلفه، يبقى زي حمله اعلانيه. زي يعني زي كامبين كامله تبقى للموضوع ده. وفي ناس من اللي كانت بقى بتعارض برضو يعني بتعارض بشده في الاول. يعني واحد كنت اعرفه كان بيعارض بشده في الاول، لسه عامل لمراته من يومين. هو كان معارض جدا، كان معارض جدا، وجي عمل لمراته من يومين. في اللي هو ضابط الشرطه عمرو اعتقد اسمه اعتذر لمراته على بانر، قال لها انا اسف. عمرو كان عندي عندك انت كتب ايه بقى على البانر ده؟ عمرو كاتب انا اسف، اعذريني ظروف الشغل، انا اسف علشان ظروف الشغل، وكل سنه وانت طيبه وانت عارفه ظروف. ده ما راحلهاش في عيد ميلادها؟ لا هو تقريبا راح، اكيد راح. راح في عيد ميلاده اكيد راح، بس هو اكيد كان يعني قبلها ظروف الشغل ضغطاه ومؤثر. بس ربنا يعني ربنا معاهم يعني، هم دلوقتي يعني ربنا معاهم. وان هو بالذات الضابط كمان ياخد خطوه زي دي او يامن بفكره زي دي، في ناس نسبه كبيره منهم. بس برضه عمرو ظابط الشرطه الدنيا يعني ايه، في انتقادات كتيره جدا وجهت له. ما هو ده اللي بقول لحضرتك عليه. لان الفكره بالنسبه لضابط شرطه مختلفه عن واحد عادي.
يعني الفكره ان ضابط الشرط ده لازم يبقى فورمال اجريسيف على طول، مش وكتب أفكار على الفيسبوك قال ايوه البانر بتاعي وانا اللي عامله، واللي مش عاجبه يولع في نفسه، يولع في نفسه او يتكلم بادب. ده بعد شوط كتير من المعارضه كتير. والناس اللي هاجمته، يعني الراجل بصراحه كان فاض بيه. يعني بس الناس دي شجاعه اكيد، مفيش حد هياخد الخطوه دي ان هو يكتب اسمه او اسم اللي بيحبها على البانر. بس ما بيكتبوش اساميهم بالكامل ولا بيكتبوها بالكامل؟ لا هو بيكتب الاسم الاولاني، الاسم الاولاني بس. بس يعني طب ايه يعني في 100,000 عمرو ولا محمد ولا هو بيتعرف سين. اصلا في يعني كمان في المنصوره ان هو يعني اصغر بكتير من القاهره، فالدنيا كلها بتعرف يعني. والمكان هو مكان واحد اللي كنا بنعلن عليه الاعلانات دي. فالناس بدات تلاحظه بشكل غير طبيعي، ان كل اسبوعين مثلا او كل 3 اسابيع المكان بيتغلى. انت بدات تغلي بقى السعر في لا والله بجد لا لا لا، هو المنصوره اصلا الشغل فيها مش زي القاهره اكيد يعني. طب بعد الحكاية